آية السيد مراسلتنا من عمان تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. آية، ماذا في التفاعل الأردني؟ وكنا قد توقفنا عند حدود الشظايا التي سقطت في مرج الحمام أو في بعض المناطق في ضواحي عمان. آية، نعم، تحياتي لك أحمد. يعني التحديثات الأخيرة بأن هناك تطويق للأجهزة الأمنية لمنطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان، وذلك من أجل التخلص من الشظايا التي وقعت في إحدى الشوارع. أعلن يعني الأجهزة الأمنية آنت بأنه لا توجد أضرار بشرية في تلك المنطقة. أيضا هناك صاروخ آخر سقط في منطقة الحسا، هذه المنطقة تقع جنوب الأردن وهي منطقة صحراوية، يعني هي واصلة ما بين العاصمة عمان والمحافظات الأخرى اتجاها إلى محافظة العقبة ومعان. هذه المنطقة شهدت سقوط صاروخ، يعني هو كان قد تفجر في الهواء ولكن هذه الشظايا سقطت أرضا وهي مشتعلة. حاليا هناك أيضا تطويق للأجهزة الأمنية لمنطقة الحسا من أجل يعني محاولة السيطرة، ولا توجد أيضا أي أضرار بشرية. الأردن طبعا حاليا تشهد سماء الأردن بشكل عام والعاصمة عمان هدوء نسبي، ولكننا لازلنا نسمع أصوات طائرات حربية وهي طائرات استطلاع، يعني تقوم بالتحليق في أجواء عمان من أجل رصد أي هجوم متوقع. طبعا هناك هدوء نسبي ولكن الأردن يتوقع بأن يكون خلال الساعات المقبلة بحسب ما تم الإعلان عن وجود رشقات صاروخية جديدة من المتوقع أن تصل إلى الأردن، فبالتالي الأردن يتأهب حاليا من أجل رصد أي صواريخ قد تصل إلى الأجواء الأردنية وبالتالي يتم اعتراضها. حقيقة أحمد، يعني الصواريخ التي سقطت الشظايا منها في العاصمة عمان أو إن كان في المحافظات الأردنية وبحسب شهود عيان هي مختلفة الأحجام، مما يعني بأن هذه الصواريخ لها عدة أنواع إن كانت باليستية أو إن كانت يعني مسيرات، ولكن حتى اللحظة ننتظر بيان الجيش أو الحكومة من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول يعني نوعية هذه الصواريخ أو مدى أو عدد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها. ولكننا حقيقة بحسب ما رصدنا هي عشرات الصواريخ فقط في العاصمة عمان، وأيضا في منطقة أو في مدينة إربد شمال الأردن أيضا تم رصد العديد من الصواريخ في سمائها وأيضا في الجنوب، مما يعني بأن سماء عمان من شمالها وحتى جنوبها شهدت خلال الساعات الماضية وجود العديد من الصواريخ تم اعتراضها جميعا. لم يتم الإعلان عن وجود أي أضرار بشرية، ولكن طبعا الأردن يحاول حاليا التأهب ورصد أي وجود صواريخ إن كانت تتواجد خلال الساعات المقبلة بحسب ما تم الإعلان عن وجود صواريخ قد تصل خلال الساعات المقبلة. وبعد ما حدث خلال الساعات الماضية الأردن حاليا يستعد لأي هجمات، ولكن هناك أيضا يعني حيطة وحذر ويتم التأهب لذلك. وأيضا تواجد الأمني، لاحظنا وجود تواجد أمني في العديد من المناطق تحسبا لوجود أي تجمعات، لأنه للأسف بعد سقوط الصواريخ في بعض المناطق كان هناك تجمعات كثيرة للسكان، فبالتالي كان هناك مخاوف من حدوث أي أضرار، فبالتالي الأمن يعني طالب المواطنين الابتعاد عن المناطق التي تقع بها الرشقات الصاروخية أو يعني الشظايا التي تقع من السماء. نعم آية، بمناسبة اتخاذ الأردن بعض الخطوات التي كانت سابقة على شن إيران، هذا الرد على الهجمة الإسرائيلية بأن أعلن الأردن إغلاقا للمجال الجوي والتحسب ربما لهذا النوع من الهجمات على صحيح. إسرائيل، هل كان الأمر مرتبط فقط ببعض المعلومات الاستخباراتية باستشراف ربما لتوقعات المستقبل، أم أن الأردن أخطر بصورة رسمية من جانب الولايات المتحدة أو من جانب حتى إيران بأنها ستقدم على خطوة بهذا الشكل؟ بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني أحمد بأنه قبل ساعات من الإعلان عن إيقاف حركة الطيران شهد الأردن تشويش على جهاز الجي بي اس، ما أدى إلى وجود تشويش بتواجد الطائرات في سماء عمان في الأساس. هذا أدى إلى الإعلان بأنه لابد من إيقاف حركة الطيران مؤقتا حتى يعني معرفة ما يحدث، وذلك تحسبا من وجود تصعيد أو شيء خطير سيحدث في المنطقة. طبعا هذا التشويش الذي حدث تم رصده من دولتين مجاورتين بحسب ما قيل من يعني وزارة الاتصال وأيضا من هيئة الطيران المدني. لم يتم الإعلان عن اسم الدولتين، ولكن من أحد هذه الدولتين نحن نعلم أنها إسرائيل. هناك تشويش يحدث على أجهزة الجي بي اس، هناك تخاطب حدث من وزارة الاتصال الرقمي الأردني من أجل معرفة أسباب هذا التشويش الحاصل. لم يتم الرد حتى اللحظة على هذا التخاطب، ولكن الأردن تحسبا قام بإغلاق مجاله الجوي
منذ الساعة 11 مساء، وحتى وتم تمديده قبل ساعتين. أعلن الأردن بأنه سيتم تمديد هذا الإغلاق حتى الساعة 11 صباحا، تحسبا من وجود أي يعني رشقات صاروخية قد تحدث في سماء الأردن. لا نعلم إن كان هناك تخاطب مسبق قد حصل، ولكن الأردن طبعا يعني كان له رؤية ربما مبكرة، لكن هذا مؤتى لافت للغاية على أي حال. آية، وأنت تقولي أن هناك تشويش على استخدام خدمات الجي بي اس، وبالتالي الإخطار من جانب دولتين لم يتم الإفصاح عنهما بأن هناك ربما تحسب لعمل بهذا الشكل، وعلى إثر ذلك تم التشويش على استخدام تقنية الجي بي اس. فعلا هذا ما حدث أحمد، وبالتالي الأردن كان هناك مخاوف، وخاصة بأننا نتحدث يعني عن مجال خطير. نحن نتحدث عن طائرات هي متواجدة في سماء الأردن، ولكن بحسب الجي بي اس يتبين بأنها في أماكن أخرى، فكان هناك مخاطر عند هبوط هذه الطائرات، لذلك كان هناك تحسبا. وفعلا آخر الطائرات الأردنية هي تابعة للملكية الأردنية، عندما وصلت إلى الأجواء الأردنية تم هبوطها اضطراريا في مطار الملك حسين في العقبة، مع أنها كان من يعني كان من المفترض أن تهبط في عمان. تم هبوطها اضطراريا في مطار الملك حسين في جنوب الأردن بالعقبة، تحسبا من حدوث أي طارئ أو من وجود أي خلل يحدث في أجهزة الجي بي اس. وبعد ذلك تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي، وشهدنا بعدها وجود ازدحامات في مطار الملك علياء الدولي بسبب إيقاف حركة الطيران. هناك يعني نوعا ما أيضا خسائر تحدث للملكية بسبب هذا الإيقاف، ولكنها من أجل الحفاظ والحذر والسلامة. الأردن طبعا أعلن بأنه سيتم يعني التخاطب مرة أخرى مع هذه الدول لمعرفة أسباب وجود تشويش على أجهزة الجي بي اس، خاصة بأنها لم تحدث مسبقا، ولكن هذا يبين عن وجود خطر. إذا تحدثنا جغرافيا أحمد، الأردن يقع في منطقة جدا ملتهبة، خاصة بسبب القرب من الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي ووجوده في منتصف منطقة إن كان من سوريا أو العراق مع الحدود، بالتالي الهجمات تأتي من كل صوب وناحية، إن كان من الشمال أو من الجنوب. يعني من الجنوب نتحدث عن وجود حدود أيضا متواجدة، حدود صحراوية أيضا. من منطقة الشمال نتحدث عن الحد السوري، وأيضا العراق لها أيضا حد مع الأردن في المنطقة الشمالية الشرقية، ومن المنطقة المجاورة الأخرى نجد الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي الأردن يقع بالمنتصف وهناك مخاطر في أجوائه، ما أدى إلى وجود يعني طريقة نستطيع القول عنها رؤية مستقبلية كان يراها الأردن بأنه لابد من إغلاق المجال الجوي مؤقتا حتى التأكد من وجود سلامة تامة في الأجواء الأردنية وعودة حركة الطيران. نعم. بحسب يعني هيئة الطيران المدني، الإيقاف سيكون حتى الساعة 11 صباحا ما لم يتم وجود أي تغييرات. من الممكن أن يكون يعني هناك زيادة أو نقصان في المواد، من الممكن أن نتوقع إذا كانت الأمور جيدة خلال الساعات المقبلة ممكن الأردن أن يعلن بأنه عادة حركة الطيران. في حال كان هناك فعلا وجود يعني رشقات صاروخية متوقعة خلال الساعات المقبلة، نتوقع أن يكون هناك تمديد في إيقاف حركة الطيران الأردنية. نعم، شكرا جزيلا لك السيد مراسلتنا على الهواء مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. سنتابع معك بطبيعة الحال مزيد من التفاصيل والتحديثات حال ورودها إليك.